الأول المقدار الجبري الذي يعبر عن 6 أمثال عدد ما مطروحا منه 8، العدد رمزنا له الرمز M، يبقى هو 6M ناقص 8. 6 أمثال العدد مطروحا منه 8 يعني 6M ناقص 8. السؤال اللي بعده، هنا -5 و -3، -3 أكبر من -5، كل ما العدد قرب من الصفر العدد السالب لما يقرب من الصفر قيمته تزيد. السؤال اللي بعده رقم 3، الوسط الحسابي للقيم بيساوي مجموع القيم على عددها. الوسط الحسابي هنجمع كل القيم اللي عندي وأقسمهم على عددهم. عندي القيم هنا 5 و8 و3، 5 زائد 3 زائد 8 زائد 2 زائد 6 زائد 0، عددهم 1 2 3 4 5 6. يبقى هجمع كله وأقسم على 6. 6 و2 8، 8 و8 16، 16 و3 21، 16 و3 19، 19 و5 يدينا 24، يعني الناتج 24 على 6 تعطيني 4. يبقى الوسط الحسابي للقيم مجموع القيم على عددها هيطلع ب4. رقم 4، العدد الذي يعم الأولية 3 و5 و2 هو، هضرب 2 في 5 في 3، هضرب العوامل الأولية في بعضها يطلع العدد ب30. 2 في 5 ب10، 10 في 3 ب30. العدد 2 و3 من 10 بينتمي إلى مجموعة الأعداد النسبية، عدد نسبي، يبقى رقم 4 خلاص طلع 30. رقم 5 مجموعة الأعداد النسبية، ماشي، لأن العدد 2 و5 من 10 ممكن أكتبه في صورة بس ومقام اللي هو 25 على 10. وبساطة الأبسط صورة، أقسم بس ومقام على 25 تبقى إيه العدد هنا على 5، أقسم بس ومقام على 5، 25 على 5 فالـ5 و10 على 5 فالـ2 فيطلع 5 على 2، لو أنا عايز أبسطها لأبسط صورة. يبقى ده اسمه عدد نسبي، العدد النسبي بيكون موجود على صورة بس ومقام والمقام لا يساوي الصفر. سؤال رقم 6، الثابت في المقدار الجبري عندي 8L زائد 5، 5 هنا الثابت، الثابت هنا بيبقى مين؟ اللي هو 5، هو المقدار الجبري بيتكون من حدين، الثابت ب5، هنا المعامل 8. السؤال اللي بعده رقم 7، قيمة المتغير x في المعادلة x زائد 3 بتساوي 5، الاكس هنا قيمتها ب2، لأن 2 لما أضيف عليها 3 تعطيني 5، يبقى الإكس ب2. السؤال رقم 8، المعكوس الجمعي للعدد 5 هو -5، غير الإشارة. رقم 9، المتباينة التي تمثل التعابير اللفظي، عدد أكبر من أو يساوي -3، نفرض إن العدد ده مثلا إكس أكبر من أو يساوي -3، يعني الإكس أكبر من أو يساوي -3. رقم 10، تصنف البيانات الإحصائية إلى بيانات عددية وبيانات وصفية، بيانات عددية وبيانات وصفية. وصفية فيها صفات وبتكتبها بالحروف، أما البيانات العددية بتبقى أرقام. المنوال للقيم 7 و3 و2 و3 و4 هو 3، يبقى المنوال هو القيمة الأكثر شيوعا وتكرارا، أكتر عدد متكرر اللي هو 3، ده المنوال. تمام. السؤال اللي بعده رقم 12، التعبير العددي 5 مضروبة في 7 زائد 2 يعبر عن 7 عناصر من صنف ما داخل كل عبوة، فإن إجمالي عدد هذا الصنف بيساوي كم عنصر؟ عايزين نجيب الإجمالي كله يا ولاد. من النوع الأول هضرب 5 في 7 يعطيني 35. هقول تاني يا ولاد، هو جاب لك مقدار جبري 7 زائد 2 جوه قوس مضروبة في كام؟ في 5. 7 زائد 2 هي جوه قوس مضروبة في 5. 5 ليه تعبر عن عدد الصناديق، وفي كل صندوق 7 من النوع الأول و2 من النوع التاني. هو عايز يعرف الإيه عدد عدد الكميات من النوع الأول قد إيه. يبقى هضرب 7 في 5 ب35، يبقى عندنا من نوعين، النوع الأول كان 35 والنوع التاني كان 10، بضرب 5 في 7 ب35، 5 في 2 بإيه ب10. يبقى التعبير العددي 5 في 7 زائد 2 بيعبر عن وجود 7 عناصر من صنف ما داخل كل عبوة،
فإن إجمالي عدد هذا الصنف النوع الأولاني، يعني الصنف اللي موجود 7، يعني أنت مثلا عندك 5 علب، 1 2 3 4 5، 5 علب، في كل علبة 7 أنواع من النوع الأول ونوعين من النوع التاني، 7 من النوع الأول ونوعين من النوع التاني، 7 من الأول ونوعين من التاني، وهكذا. هو عايز أعرف بقى النوع الأول كان كام أصلا؟ النوع الأول كان 35، يبقى إجمالي عدد النوع الأول من هذا الصنف بيساوي 35 عنصر. يبقى أنا كان عندي 35 عنصر اتوزع في 5 أطباق، كل طبق 7، وزعناهم على 5 مجموعات، في كل مجموعة 7، يبقى هما كانوا 35، يبقى إجابتك 35، لأنه عايز إجمالي عدد هذا الصنف. السؤال اللي بعده رقم 13، التعبير اللفظي الذي يعبر أو الذي يمثل المقدار الجبري 7x ناقص 1 7 أمثال عدد مطروح منها 1، يعني 7x ناقص 1 أقول إيه؟ 7 أمثال عدد مطروحة منه 1، 7 أمثال عدد مطروح منه 1. السؤال اللي بعده رقم 14، عدد صحيح غير سالب وغير موجب اللي هو الصفر. الصفر عدد صحيح غير موجب وغير سالب، يبقى هو الصفر، يبقى الصفر. سؤال 15، مدرسة بها 462 تلميذا تم توزيعهم على 14 فصلا بالتساوي، فإن عدد التلاميذ في كل فصل، عشان أجيب عدد التلاميذ كل فصل هستخدم عملية القسمة، أقول له 462 اللي هو عدد تلاميذ المدرسة أقسمها على 14، ممكن أستخدم القسمة المطولة لإيجاد الناتج، هكتب هنا المقسوم وهنا المقسوم عليه وأشوف خارج القسمة بكام. هنا 4 صغيرة ما تنفعش، بقت العدد 46 على 4. لو أنا خبيت رقم مع رقم أضرب 4 في 14 وأشوف الناتج، 4 في 4 أخبي رقم مع رقم كده، 4 لـ1 فـ4، يبقى 4 في 4 16، 6 ومعايا 1، 1 في 4 بـ4 1 5، عدد كبير، فتاخد 14 في 3، 3 في 4 بـ12، 2 معايا 1، 1 في 3 بـ3 و1 4، طلعت 42، قريبة للـ46. يعني تكتب 3 بره في خارج القسمة وتكتب هنا العدد 42 وتطرح، تنزل عليه الدور، بقت 42 على 14، 42 هتقسمها على 14، طلعت معانا فيها 3، يبقى كده المسألة انتهت، وبالتالي هيكون عدد تلاميذ كل فصل بيساوي 33 تلميذ، دول عدد تلاميذ كل فصل. سؤال 16، القيمة الأكثر تكرارا بين مجموعة من القيم تسمى المنوال. المنوال هو القيمة الأكثر شيوعا وتكرارا. سؤال 17، لإيجاد أبسط صورة للتعبير العددي 50 ناقص 7 في 3 زائد 1، نبدأ بعملية إيه؟ الضرب. سؤال 18، القيمة المطلقة لسالب 5 والقيمة المطلقة لسالب 7، طبعا هيطلع هنا 7 وهنا موجب 5، يبقى الناتج هنا أكبر. رقم 19، قيمة إكس في المعادلة X على 8 بتساوي 4، عدد لو قسمناه على 8 يعطينا 4، هضرب 8 في 4 بـ32، يبقى الإكس ده بيساوي 32. السؤال اللي بعده رقم 20، إذا كانت المعادلة التي تعبر عن العلاقة بين x و y هي y بتساوي x زائد 3، فإن المتغير التابع بيكون y، y بتساوي x زائد 3، ال y ده متغير تابع، أما ال x متغير مستقل، هو عايز التابع يبقى واي، إجابتك تكتب واي. سؤال 21، المعامل في المقدار الجبري 3x زائد 10، المعامل هنا هو 3،
والثابت هو 10. ده مقدار جبري بيتكون من حدين، مقدار ذو حدين. سؤال 22، المدى لمجموعة من القيم، أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة. أكبر قيمة 20 وأصغر قيمة بواحد، هنطرحهم يعطيني 19، يبقى المدى 19، الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة. سؤال 23، أوجد قيمة المقدار الجبري عند بي بتساوي 5، هنعوض مكان البي بخمسة. المسألة بتاعتنا عندي هنا يا أولاد بيقول لي 9 زائد فتح قوس بي تربيع على زائد 3 على الاتنين، اقعد بي بخمسة، يبقى 9 زائد 5 تربيع زائد 3 على 2، يعني 9 زائد 5 تربيع هتبقى 25 زائد 3 على الاتنين، يعني 9 زائد 25 و3 تعطيني 28 على 2، اكتب 9 زائد 28 اقسمها على 2 هيعطيني 14، 14 زائد 9 هتعطيني 23، يبقى الناتج بتاعنا يا ولاد هيطلع بكام؟ ب 23. مفهوم؟ دي اسمها ترتيب عمليات حسابية، بنعمل الأقواس الأسس وبعدين نحل جوه القوس الأول وبعدين بنكمل مسألة طلع قسمته وزودت عليه إيه التسعة. طيب السؤال اللي بعده رقم 24 بيقول لي لاحظ التمثيل بالصندوق ثم أجب، عايز يطلع الوسيط وعايز يحسب المدى. طيب إيه الوسيط؟ بنجيبه من الصندوق يطلع معانا ب 20، ده الوسيط. يبقى الوسيط المؤشر ده أو الخط ده يا ولاد بيشير إلى إيه؟ الوسيط 20. اما عشان تجيب المدى بتجيب اكبر قيمة ناقص اصغر قيمة، اكبر قيمة بين الـ50 وبين الـ60 اللي هي 55 ناقص القيمة الصغيرة اللي هي 10، ونطرحهم من بعض يطلع ناتج 45. السؤال 25 بيقول لي اوجد الوسط الحسابي للقيم، عشان نجيب الوسط الحسابي بنجمع القيم ونقسمها على عددها. القيم اللي عندي، عندي 10 و5. سؤال 25، 10 زائد 5 زائد 3 زائد 10 زائد 7، تمام؟ كل دول هنجمعهم ونقسمهم على عددهم، 1 2 3 4 5، 7 زائد 10 17، وتلاتة يديك 20، وخمسة 25، وعشرة يبقى 35. 35 قسمة 5 تعطيك 7، يبقى الوسط الحسابي يطلع ب 7. سؤال 26، إذا كان ثمن قطعة الحلوى 5 جنيهات فأكمل الجدول التالي ثم مثله بيانيا. رقم ألف وقت معادلة التمثيل العلاقة بين إكس وواي، حيث الإكس عدد قطع الحلوى وواي التكلفة الكلية. طيب أنت عندك في الجدول عشان تحل التمرين بتبص الجدول الأول، الإكس كانت واحد فنتيجة لذلك الواي تحولت بخمسة. طيب معنى كده إيه؟ معنى كده إن الإكس اتضربت في 5، يعني الواي بتساوي 5 إكس، تمام؟ يعني تمن القطعة الواحدة كان ب5 جنيهات مثلا. طيب لو الإكس كان ب2 جايبنا قطعتين حلوة يبقى ندفع 10، 2 في 5 ب10. طيب وهكذا نكمل بقى، ها 3 3 3 في 5 ب15. طيب اشترينا 4 قطع يبقى 4 في 5 ب20، تمام؟ يبقى المعادلة الإجابة ألف أهي، معادلة تبقى واي بيساوي 5 إكس. طيب سؤال ب، ما ثمن 7 قطع حلوة؟ ثمن 7 قطع حلوة بكام؟ هعوض عن إكس ب7، أقول له عندما إكس بتساوي 7 إذا الواي هتساوي 5 ضرب 7، يعني الواي هتساوي كام؟ 35، اللي هو الإجمالي هتدفع 35 جنيه، يعني لو أنت اشتريت 7 قطع حلوة. بعد كده طلب منك تمثل الحل بيانيا، الرسم البياني أهو. هتيجي المحور الأفقي ده محور السينات اللي هو الإكس، وهنا الواي. الإكس من 1 لـ4، ده 1 2 3، ده 4. الواي لحد 20، تعمل مضاعفات الخمسة، هنا 0 5 10 15 20 25، تمام؟ الواحد صورته ب5، والاتنين صورتها ب10، والتلاتة صورتها ب15،
والأربعة سلوتها ب20، ونوصل يا ولاد القطعة المستلزمة بتاعتنا. يبقى احنا كده خلصنا السؤال، مثلناه بيانيا.